عندما كنت أصغر ظننت أن الأشياء تبنى وحدها، الجسور فوق البحار، الشوارع، بيتنا الذي أحبه كثيراً، كل شيء. وعندما كبرت أكثر عرفت أن قصة عظيمة من الكفاح والإصرار كتبها آباؤنا بهمة وعزيمة، لا زالت هذه القصة مصدر كل هذا التقدم. قالت لي معلمتي يوماً بالعمل الجاد وبخيال خصب ممزوج بالعلم والمعرفة، سنواصل مسيرة الأجداد لتشييد صروح عظيمة مثل التي شيدوها، والمهم أن نعيش أحلامنا. مستقبل من دون إصرار على تحقيق أحلامنا، ولا تقدم من دون عمل، ولا عمل من دون علم. أكثر شيء أحبه هو بناء المدن. ولأني بنيت مدناً كثيرة في مخيلتي، تعلمت أن المدينة المثالية هي التي تحتوي على مبانٍ وطرق منظمة، يتحرك فيها الناس بسلاسة وأمان، وحدائق وملاعب جميلة. مدينتي تنبض بالحياة، تحفز على الإبداع، حدود الإبداع فيها يصل إلى السماء. مدينتي تفتح ذراعيها لجميع الناس، مليئة بالفرص لتحقيق الأحلام والمشاريع. مدينتي عنوان الباحثين عن الغد، تخيل أن العالم يلبي حاجاته من الطاقة الشمسية النظيفة، شبكة مواصلات، مصانع، بيوت، جميعها يدار بالطاقة الشمسية. فبالعقول المبدعة نستطيع جعل مدينتنا صديقة للبيئة. مدينتي صلبة كصلابة مؤسسيها ووحدة أهلها، يتحول الطموح فيها إلى واقع نحو عصر من الابتكار والإبداع المتجدد. في مدينتي لا يستكشف المستقبل بل يصنع. في مدينتي المستقبل أجمل. هذا هو حلمنا، هذه هي مدينتنا، هذا هو مستقبلنا.